الموضوع الاتباع طهارة وزكاة، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل لما بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بعثه في مجتمع يموج في أنواع من الجاهلية والهوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعاً، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث على ناس منهم من كان يتمسك بعبادات من دين أهل الكتاب، عبادات محرفة مبدلة غيرت ما هي الشرائع التي نزلت على الأنبياء، ومنهم من كان يتمسك ويتعبد بعقائد الجاهلية، من الناس من كان يعبد الأصنام. قال تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. من الناس آنذاك من كان يعبد عيسى ابن مريم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من الناس في الوقت ذاك من كان يعبد الشمس والقمر. قال تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن الناس من كان يعبد الأشجار والأحجار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين الفاروق كان يقول: كان لي موقفان أو موقفين في الجاهلية، إذا تذكرت أحدهما أضحك وإذا تذكرت الآخر أبكي. قال: أما الذي يبكيني أني وأدت ابنتي وهي حية وتنفض عن لحية التراب، وبيحفر لها في الغبر وهي بتنفض التراب عن لحيته وأدى دفن حية. قال: وأما الذي يضحكني أنه كان لي صنم من عجوة، صنم يعتقد أنه ده إله اللي بيعبده من عجوة. قال: كل ما جعد أكلت منه شيئا، كل ما يجوع يقول له إلهي ده يأكل حبك، يأكل يده، يأكل رجله، لحد ما كمله كله. أهذا إله يعبد؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس في جاهلية جهلاء يئدون البنات خوف العار. الواحد إذا ولدت له الأنثى كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يدس من الناس. ماذا يقول لهم: انا جابوا لي بنيه، لانه عار يخجل منا. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب؟ ربنا قال: الا ساء ما يحكمون. واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة حيسأل هذه التي قتلت سؤال توبيخ للي دفنوها وكتلوها: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. العرب كانوا في جاهلية وحماقة، منتهى الحماقة.
منتهى الجاهلية والتفرق وسب الأعراض، ويلعن بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، حتى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان من الحروب في ذاك الزمن قال: لولا الإسلام لأهلكت تغلب العرب. شدة الحروب بني تغلب التغالبة، لأنه الناس لا عقل لهم ولا دين لهم، ناس يتعاملوا بالهوى وبالقبلية وبالعصبية، لكن ربنا عز وجل بعث إليهم محمد عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى عقيدة واحدة. قال تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: تعالوا كلكم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. سبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد الأمراض دي كلها موجودة، الاختلاس، الزنا، زنا وفواحش، حتى الزواج عندهم المرأة تدعو العشرة من الرجال، ده كان عندهم زواج بيعتبروه ده زواج شرعي كمان، تدعو عشرة من الرجال يدخل على كلهم، حتى إذا حملت ووضعت سمت الغلام باسم من تحب، أشجع أو أعظم مالا ونسبا وجاها، تقول لهم ده ولد فلان، دخلوا على عشرة من الرجال. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع زي ده، أول ما بدأ به ودعاهم، وربنا حقق به البركة والهداية وجمع به القلوب. قال تبارك وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. جاء هذا الإسلام والناس يقتتلون ومتفرقون، فجمع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة التوحيد، جمعهم كلهم، قال لهم: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. العرب فيهم الكلمة دي، معناها الله تاني ما بيعبد، منات تاني ما بتعبد، ولا العزى ولا هبل، لا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما عندنا أرباب تاني قال لهم إلا الله، ربنا الله، ما في أرباب تانية. ربنا قال: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكلمة، لذلك جعل الله تبارك وتعالى الرحمة في من تبع النبي صلى الله عليه وسلم. ما كل الناس اتفقوا معه، أقرب الناس له اختلفوا معه، عمه، شقيق أبوه، أبو لهب، لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وكان عندهم هو الصادق ما بيكذب، عارف إنه العرب، وهو الأمين يأتمن على أموالهم، حتى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ترك أمانات قريش الكفار اللي حاربوه وطردوا من بلده، أماناتهم قاعدة معه في بيته، يعرفوا إنه الأمين ويعرفوا إنه الصادق، لكن اختلفوا معه وين؟ اختلفوا معه لما دعاهم إلى التوحيد، إلى إخلاص العبادة لله، وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دعاهم إلى إخلاص الدين لله، ما في معبودات تعبد مع الله عز وجل. لما دعاهم لده قام في قومه نادى أهل كلهم، قال: يا بني عبد مناف، بني عبد مناف، يا بني قصي، يا بني هاشم. اجتمع الناس، قال: أرأيتم لو أني أخبرتكم بأن خيلا وراء هذا الوادي. والخيل دي عند العرب مقصود بها الجيش، يعني في حرب جيش جايكم. لو أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغزوكم أكنتم مصدقي؟
صدقوني، قالوا ما جربنا عليك كذبا. انت ما بتكذب، اها اداه مقدمه عشان ما يطلعوا كذاب، لانه دار يجبلون خبر بيستغربوا فيه شديدهم. قال اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اها المشكله قامت. الكلمه دي ما بتعجبهم ليه؟ عشان هم ما بيعرفوا الله؟ لا بيعرفوه. عشان هم ما بيعبدوا الله؟ لا بيعبدوه. لكن هم ما دارين ربنا يعبد براو، عندهم واحدين ثانيين. لذلك قال تبارك وتعالى كلام قالوا شنوهم؟ اها قالوا اجعل الآلهة كلها إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. معقول نخلي آلهتنا دي كلها ونتبع إلهك براو؟ قالوا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. هي ناس هذول يصبروا على الكفر؟ قال لهم اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قالوا لهم ده كذب، نحن ما بنصدقه. وقام العداء مع النبي صلى الله عليه وسلم. الناس زمان كانوا صنفين، إما ناس على دين الآباء والأجداد أو ناس على بقايا من دين أهل الكتاب، بقايا من دين إبراهيم، بقايا من دين عيسى بن مريم عليه السلام. أيوة. لكن أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة الناس اختلفوا، وصار الناس صنفين في مكة، مسلم موحد وكافر مشرك، بس بيقول الناس صنفين. المنافقين دول جو بعدين في المدينة. نجي لمربط الفرس أو كما يقال ومحل موضوعنا. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما بعث ربنا ما يقبل دين إلا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص. تاني ما في زول عنده الحق يقول أنا يهودي وأتعبد باليهودية، ما في يهودية تاني، ما في نصرانية، الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، خلاص. وعاش الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على الإسلام الحق. المشرك ترى في ملة الشرك، المنافق في ملة النفاق. كان الدين صافي والدين نقي. ليه يا أخواننا؟ لأن القدوة كانت واحدة. ده الموضوع، القدوة واحدة. ومن أعظم الأمثلة النبي صلى الله عليه وسلم لما تحلل اليوم من الأيام من الحج أو العمرة. التحلل يعني طبعا زول بيحلق، ينزع لباس الإحرام ويحلق الرأس أو يقصر، فأمر الصحابة بالتحلل، والصحابة كانوا ينتظروا دعم الحديبية ودارين يصلوا يعتمروا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقع الاتفاق بينه وبين أهل مكة، المهم صلح الحديبية وإنه يحج من العام القابل وهكذا إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصحابة يتحللوا بقوا منتظرين، هم ما عصوا الرسول، ما عصوا، لكن منتظرين لعله ربنا سبحانه وتعالى يأذن لهم يحجوا أو يعتمروا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مغضب إلى أم سلمة، دخل على البيت، فأم سلمة كانت عاقلة، قالت يا رسول الله مر الحلاق، مر بالحلاق، نادي الحلاق يحلق لك، وبعد ده كل الصحابة هيحلقوا وراك. أول ما حلق النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تبعوا وراهم كلهم، حتى الراوي قال كادوا أن يقتتلوا على الحلاق بسرعة. أي زول ده يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يحلق،
ولذلك يا أخواننا ليس لنا سبيل إلى الجنة إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ما في طريق ثاني. يا مشينا وراه ونجدنا شغلتنا يا بنضيع. وخلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وهذا الحديث يخيف، قال: وستفترغ أمتي على 73 فرقة. ودي المشكلة، زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما في فرق، فرقة واحدة، كلهم جماعة واحدة، قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما الزمن مشى خلاص ظهرت الخوارج، الغدرية، المرجية، شعب كثيرة جدا، فرق، ضلالات. النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا ما غشانا، قال: ستفترغ أمتي على 73 فرقة. وطيب نحن نعمل شنو؟ ونمشي وين؟ والسؤال اللي بيسألك لا ويزول يقول لك يا مولانا والله يقول لك احنا بقينا ممحنين ذاته، نسوا شنو ما عارفين. ده جاي يتكلم يقول لك لا ديلك ما نافعين، وذاك يجي يتكلم يقول لك لا بس انا النافع وديلك ما نافعين، نسوا شنو ما عارفين. ايوه النبي صلى الله عليه وسلم حلها لنا عشان ما نتعب، ما قال لك لا كونوا مع الجماعة الفلانية وكونوا مع الحزب الفلاني، لا ما قال لنا كده. شوف الهداية كيف، قال: فعليكم بسنتي. ايوه ده المخرج هنا، اصل بيعيش عليها ويموت دخل الجنة، بس عليكم بسنتي. اها وتاني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. لاحظ ما قال لك امسك ساي، امسك قال لك وبعدين وعضوا. تعرف حاجه كم مسكتها بيدك وعضيتها بسنونك تاني بتتفك منك، ده معناه امسك قوي. الناس اللي يقول لك يا مولانا ما تشدد، ما في التشدد ما بجوز، ما تشدد لكن امسك، ما معناه تفك الشغلانه تفكها كله كده، لا التشدد ممنوع لكن اقبض قوي، السنه اقبض فيها تمام. ولذلك يا اخواننا المخرج عندنا عشان انت ما تتيه وتضيع. انا في هذه المحاضره ما جاي اقول لك كن مع الحزب الفلاني ولا الجماعه الفلانيه، لا انا جاي اقول لك شوف السنه وين وامسك فيها. ما تعمل حاجه الا تتاكد تماما انه الشيء ده سواه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا اقر الصحابه قال لهم سووه. ما في حاجات ما سواها لكن اقرهم قال لهم سووها، ما في مشكله. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الايام واحد جاب له دعاه لوليمه، جاب الضب. الضب ده مش الوزغ بتاعنا ده في الحيطه ده، لا ما ده حرام، ده ما بجوز، اسمه الوزغ. لكن الضب ده زي احنا عندنا هنا بسموه الورل اظن ولا حاجه زي دي بتاع الخلا، ده حلاله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكله، هل ما اكلوا احنا نقول خلاص حرام؟ لا، قدام الصحابه اكلوه واقرهم على كده. قال: انه ليس من طعام قومي، ده ما من طعام اهلنا، احنا ما بناكله كويس. قال: فجبذه جراه، يعني خالد بن الوليد جراه طوال قدام النبي صلى الله عليه وسلم واكل. اذا ده من السنه وحلال، مع انه النبي صلى الله عليه وسلم ما عمله لكن شنو؟ اقراه. فالسنه اما عمل للرسول عليه الصلاه والسلام او قول باللسان او اقرار، كله من السنه. النبي عليه الصلاه والسلام قال: انا فرطكم على الحوض، عشان كمان نعمل حسابنا، انا فرطكم، فرطنا يعني شنو؟ قدامكم، يعني انا ما مش قدامكم عليه الصلاه والسلام. والحوض كما قال العلماء ماؤه احلى من العسل وابيض من اللبن وابرد من الثلج، وطوله وعرضه سواء، عرضه السماوات والارض، يعني حاجه كبيره جدا. النبي صلى الله عليه وسلم مش قدام، قال: انا فرطكم، بمش قدام. لكن انتبه، قال:
ولا يزادن أقوام. في ناس برجعون، الناس بيجوا ماشين دار يشربوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، يعني دار يستقبلهم عشان يشربوا من الحوض. قال وأعرفهم غرا محجلين، يعني من أثر الوضوء، أثر الوضوء على ما مش الغرة النقطة تحت السجود الهنا دي، لا لا، ده من أثر الوضوء يعني كلها كده أثر الوضوء على الإنسان. قال أمتي أمتي، الملائكة مع الشيطان يرجعوهم يدقوهم، ما كلهم، في واحدين رجعوهم أرجع يدقوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمتي أمتي، يقول له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. دي المشكلة هنا، نعمل حسابنا يا ناس. تعرف في ناس بيقيسوا لك زي المثل بتاع السودانيين بتاعنا هنا، يقول لك الموت مع الجماعة عرس، لما نيجي نلقى ناس كتار بيعملوا في حاجة يقول لك يا أخي معقول ده كلهم غلط يا أخي؟ معقول يا كلهم غلط وصح أنت براك؟ وي الحق ما بقيسوا بكتار ولا شوية، الحق بس تثبت إنه الشدة كان بيسويه والرسول عليه الصلاة والسلام، بس يبقى ده حق ونعمله طوالي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يقولوا له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا وغيروا، يعني غيروا السنة بقت البدعة والمعصية يقوا يسووها إلى آخره. أحدثوا بعدك، بدلوا غيروا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سحقا سحقا. والله دي مشكلة كبيرة، وبالتالي يا أخواننا هذه المقدمة أنا باعتبارها 90% من كلامي اللي أنا جاي من أجله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء، انتبه للآية دي. العلماء قالوا هذه الآية نزلت مقسمة، ما نزلت كلها واحدة. ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء، إبليس قالوا ظن إنه بخش فيها، ما كل شيء، أنا قال بخش وسعت كل شيء. فنزلت الجزء البعدية فسأكتبها للذين يتقون. اليهود والنصارى قالوا برضو نحن داخلين، يتقون نحن بنتقي الله، نحن داخلين برضو. نزل الجزء الثالث من الآية الذين، ده الموضوع هنا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يهود برا، نصارى برا، إبليس برا، ما حيدخل تاني إلا منهم، إلا اللي بيتبع النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده يا أخواننا نحن لما يقال الاتباع نجاة وطهارة وزكاة، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن خلاصة الموضوع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نتعبد بها وما نزيد على ولا ننقص وما نعتبر فيها أشياء. الناس بيقول لك يا مولانا يا أخي ما دي حاجات بسيطة يا أخي، أنا بعملها كده بزيدة من عندي، يعني بزيدة، شوف زيادة دي ما في، خاصة الأشياء اللي فيها عدد، مثلا الذكر عندنا أذكار محددة بعدد، وفي أذكار مفتوحة، وفي أذكار الاثنين مع بعض محددة ومفتوحة. مثلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دي محددة ومفتوحة، محددة كيف؟ صباح ومساء 10 مرات، قال من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 حلت له شفاعتي، ده محدد ولا ما محدد؟ طيب انا لو يوم بمزاجي كده قلت 10 دي شويه يا اخي نعملها 15 شويه 10، لا النبي قال 10 معناه 10. طيب انا دار ازيد، دار تزيد
خلي بتاعت اذكار الصباح عمل دي، اذكار الصباح عملتها ايوه، اذكار المساء عملتها ايوه، ثاني عندك باقي اليوم ده زيد فيه ما تشاء، زيد ساي تراكي في المواصلات، اللهم صل وسلم على ابن محمد، اللهم صل ساي كله اجر، لكن العدد المحدد ما تزيده، عدد عدد. مثلا سبحان الله بعد الصلاه، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر 33، في روايه 34. طيب انا لو يوم نشيط كده قلت اقول لك حاجه، نتم 40 فد مره، 33 ليه؟ 40 40 سبحان الله، 40 الحمد لله، 40 الله اكبر. كده دي سنه ولا ما سنه؟ دي ما سنه. ليه؟ ما سبحان الله يا اخواننا، يعني الله يحاسبني على السبعه الزيتين ديل؟ لا، الحساب ما في السبعه، الحساب في تغيير السنه. عرفتوا؟ عشان كده جاء واحد من العلماء الكبار ابن سيرين، اكبر علماء التابعين. دخل عليه رجل قال له اريد ان احرم من منطقه كذا. من بعيد يعني، الاحرام ده معروف عند محلات معينه انت بتحرم. من ذي الحليفة، تحرم من أبي العلي زي ما المسمى الجديد وكذا، تحرم محلات معينة. قال لا يا أخي أنا ده أحرم من محلي ده، يعني زي السودان، السودان ميقاتنا قبل جدة بشوية في الطائرة نبهوك، يقول لك الميقات، ولا في السفينة يقول لك الميقات، جاء تحرم من الميقات. في زول يقول لك يا أخي، أقول لك قولة نحرم من الخرطوم ماله. فالرجل ده قال لابن سيرين قال له يا أخي أنا بحرم من محلي ده، فقام قال له لا غلط، قال له انما هي اميال ازيدها يا ابن سيرين، اميال بسيطه زدتها. قال له ايحاسبني الله على هذا؟ ربنا حاسبني عشان زدتها؟ قال له لا يحاسبك على هذا، انما يحاسبك على خلاف السنه. سنه دي سنه. النبي صلى الله عليه وسلم احرم من ذي الحليفه، من ذي الحليفه ذي الحليفه، احرم من الجعفه من الجعفه، أحرم من كذا من بس. كذلك في العبادات، الصلاة، في الصيام، في الذكر، في كل شيء أخواننا من العبادات نتلمس السنة. يا أخي أثر جميل نقل عن عبد الله بن المبارك، تعرف العلماء ديل يا أخواننا والله ناس عجيبين. في أثر من الآثار منقول، الأثر ده ضعيف، إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فليغل يا عباد الله احبسوا. الناس اللي بيستدلوا لك بيه ويقول لك يا اخي تخلي الله وتقعد تنده في الجماعه الميتين والحيين، يا فلان تلحقنا ويا فلان ترزقنا ويا فلان. الاثر ده باطل هو صحيح، النبي ما قاله. لكن لاحظ ابن المبارك ده عالم كبير من علماء الامه من التابعين. يوم من الايام في سفر وقام ضل الطريق. كويس؟ فتش للشارع ما لقاه. فقام يتذكر الاثر ده. إذا ضل أحدكم راحلته بأرض فلات فليقل يا عباد الله احبسوا. قال أنا ما بتعبد بالأثر ده إلا أعرف النبي قال ولا ما قاله. طوالي أمر الزول معه قال له طلع الكتب، طلعوا الكتب، بقوا يفتشوا هل الحديث ده صحيح ولا ما صحيح، بقوا يفتشوا، في النهاية لقاه ضعيف. قال لا أتعبد بعبادة حتى أنظر إسنادها، أعرف النبي عمله ولا ما عمله، ما عمله ما بعمله. لكن هسه انت عارف احنا بقى الشغلان الفتوى عندنا زول بيستاهل في اي شيء، بقى عند الناس ماشي، ولا زول يحلم بالليل يقول لك حلمت في النوم والنبي صلى الله عليه وسلم جاني واداني ذكر، والذكر ده يلا قولوه معي، ذكر يوم كده وذكر كله صباح وذكر كله مساء. يا اخواننا الدين ما بياخذ من الاحلام، ما من حلم خلاص انا اقوم اغير ديني، لا 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 لا، الدين ده نزل واكتمل، وربنا سبحانه وتعالى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، ثاني ما في زياده. اثر مهم جدا عشان نحن يا اخواننا نعرف انه العباده عشان نحن نتعبد بها لابد تكون زمنها وعددها وميقاتها وكل عمل النبي صلى الله عليه وسلم. عشان احنا ما نزيد من عندنا. ابن مسعود رضي الله عنه الكوفة، واحد من الصحابة أبو موسى الأشعري دخل المسجد، مسجد الكوفة،
لقى في ناس قاعدين حلق دوائر يعني، واي دائره فيها راجل قاعد بيقول للناس يا لو حصى معاه لام الحصى، بيقوم بيجد على الناس واحده كده يقول لهم سبحوا 100، احمدوا 100، هللوا 100. نحن لو نعاين الحاجه اللي عملوها الناس الحلق ديل، دي جمعت بين امرين، بين سنه وبدعه. الاثنين السنه شنو؟ كونه تقول سبحان الله دي سنه صح؟ سنه. الحمد لله سنه صح؟ لا اله الا الله دي كلها سنه. البدعه وين؟ كونهم يتجمعوا بعدد وشغالين بيذكروا بعدد معين وبصفه معينه شكل دائره قاعدين. ده شيء جديد. طوالي ابو موسى الاشعري صحابي جليل دخل عليهم عاين ما سالهم. ليه؟ لانه في امير الكوفه موجود باعتباره حاكم وعالم، الاثنين حاكم وعالم. طوالي مشى انتظر جنب الباب بتاع ابن مسعود منتظر، لقى ناس كمان راجينه. شوف الناس بيحترموا العلماء كيف، الناس منتظرون جنب الباب. والله هسه الناس تقول له في محاضره، اكان انت جيت وما برجوك. العالم يجي يدرسهم ما برجوك، لكن شوف ذلك انتظرون جنب الباب قاعدين. قال لهم هل خرج ابو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قالوا ما خرج، بقى منتظر. لما طلع ابن مسعود حكى له طوالي، قال لو رايت امرا في المسجد قال اعجبني. تعجبت ليه وانا يعني؟ او رابني. قال له ما رايت الا خيرا، في النهايه خير يعني، ناس قاعدين بيذكروا في الله. لكن الموضوع ده انا حيرني. طوال ابن مسعود جاء قدامه، ده حاكم وعالم، دخل المسجد لقاهم قاعدين حلق في محلهم. اول حاجه في روايه ابن وضاح، ابن مسعود ركل الحصى برجله، شلت لهم الحصحاص بتاعهم. اول حاجه قال لهم ما اسرع هلكتكم، ده تهلكوا بسرعه. قال لهم هذه ثياب رسول الله لم تبلى، لسه هدومه قاعده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الى الرفيق الاعلى قريب قريب. هذه ثياب رسول الله لم تبلى، وانيته المواعين اللي بياكل فيها لم تكسر، لسه مواعينه قاعده. انتوا قالوا اندر تغير الدين بالسرعه دي؟ قالوا يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير. فقال لهم مقوله صارت مثل لليوم اللي علينا ده، بقت مثل الناس يضربوه. قال لهم وكم من مريد للخير لم يبلغه. ما اي زول يا اخواننا داير الخير بيمشي لبايت اياه، عشان كده ربنا قال في سوره الاسراء ومن اراد الاخره يعني الجنه وسعى لها، شنو؟ انتبه للايه، سعيها، لانه ما يسعي بوديك الجنه. قال لك سعيها، في سعي معين اللي بوديك الجنه. يا سلام، كده يا اخواننا خلاصه الموضوع ده. ممكن في الاخير نعرج فيه لتنبيه مهم، اللي هو الناس اليوم او كثير او بعض الناس اليوم عندنا في السودان وفي غيره، في شهر ربيع الاول يحتفل الناس بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ في الايام الاولى ال 12 يوم الاولى من شهر ربيع الاول، وزياده شويه ناس بيزيدوها وناس بنقصوها، المهم. طيب هذا الاحتفال لو سالت اي زول منهم وبقول لك صادق ما بكذب، بقول لك يا اخي هذا الاحتفال نحن بنعمله محبه في النبي صلى الله عليه وسلم، وتقييم لهذه الذكرى، وانه ميلاده ده ميلاد افضل بشر. كونه ميلاد افضل بشر صحيح ما في شك، وكونه واجب نحب النبي صلى الله عليه وسلم ما في شك، وكونه نحن نفرح بمبعثه الينا ما في شك، لانه ربنا قال لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، وفي قراءه من انفسهم يعني ازكاهم واطيبهم واخيرهم، من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة، ما في شك في الكلام ده كله. لكن يبقى سؤال يا أخواننا، بس سؤال واحد مهم، احتفالنا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتبر من جملة العبادات ولا ما عبادة؟ يعني حاجة ساي. لا شك أي زول لو سألته قلت له يا أخي الاحتفال ده أنت بترجو منه أجر، يعني دار الله يديك أجر؟ يقول لك كيف يا مولانا، لا بد، وأنا دار أجر وأنا بعبر عن حبي للنبي صلى الله عليه وسلم. قل له أيوة، إذا كان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معنى الكلام ده شنو؟ يعني أنت لو عملت لك حاجة النبي ما أمر بها مردودة عليك. أها، يبقى السؤال نسأل نفسنا يا أخوانا، الشدة لو سنة والله ما ضد الاحتفال، بس اللي يبقى سنة. يعني حلاوة المولد دي في ذول بيابا حلاوة سمحة، فولية سمسمية وكده سمحة جدا، ما في ذول بيابا، ونتلو السيرة وكده ونعمل الحاجات المباحة كلها، ما في ذول بيابا دي. لكن يبقى بس سؤال واحد، إذا كان هو عبادة هل سبقنا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ أنت عارف لو سألت الجماعة المحتفلين ذاته ولك بصراحة يا مولانا لا النبي ما عمل، طيب ما عمل الصحابة من بعده، مع إنه نحن الليلة ما في واحد مننا بيقدر يقول والله نحن بنحب النبي ده أكثر من الصحابة، لا 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 والله كذاب والله كذاب. أديك مثال، في يوم أحد النبي عليه الصلاة والسلام فر من جنبه كثير من الناس وقتل جنبه كثير من الناس من الصحابة، وحاصروا 10 من المشركين، 10 أو مش 10، معاهم 10 من الصحابة من الأنصار ومعاهم طلحة، وحاصروا كتيبة من المشركين، كتيبة كاملة جو هاجمين على النبي صلى الله عليه وسلم. بيجي بقول للصحابة اللي معاه والأنصار ديل ومعاهم طلحة، طلحة مهاجري من المهاجرين، قال من يدفعهم عنا وله الجنة؟ طلحة قال لي أنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخر، لا ما أنت أدخر. واحد من الأنصار قال أنا، قال لا أمشي. قاتلهم قتلوه، الثاني قاتل قتلوه، العشرة ماتوا، فضل مع النبي صلى الله عليه وسلم طلحة من عبيد الله التيمي رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم واحد مشرك اسمه ابن قمئة، وواحد أخو مصعب ابن عمير، جدعوا بحجر من بعيد دخلت السنة بتاعت الطاقية في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتكسر السن الرباعية الصغيرة نمرة 4 الصغيرة دي اتكسرت، والدم ماشي من وش النبي صلى الله عليه وسلم، واتشرطت شفته السفلى. النبي عليه الصلاة والسلام بقى الحركة صعبة عليه، أتخيل معي طلحة شايله في كتفه وطالع بيه فوق في الجبل يرفع مسافة ويرجع يكاتل ديرك يرجعهم كلهم، وتاني يشيله يطلع بيه مسافة فوق وتاني يرجع يكاتل ديل براو بكاتل في كتيبة كويس. عنده بناته اثنين، أم إسحاق وعائشة بنات طلحة، قال ان جرح أبونا يوم أحد 24 جرحا. عليك الله السمين من اللي بيقدر يسوي كلام زي ده منه، تشيل النبي في ظهرك ها وتنجرح 24 جرحة وما تنزله؟ والله نحن من الجرحى اللي نفكه ونقوم جارين يا ناس، ده نحن ما بنقدر عليه. بعد ده كله واحد من المشركين هاجم النبي صلى الله عليه وسلم بسيف، طلحة صد السيف بيده، تقدر تصوص سيف بيدك؟ سيف، لحد ما اتقطعت يده اليمين دي كلها، اتشلت يده اليمين. لما جاء في زمن علي بن ابي طالب اول زول بايع علي بن ابي طالب طلحه، بايعوا في واحدين منافقين قالوا طلحه ما بنقبل بيعته لانه يده مشلوله، فالعلماء قال لهم ما بالكم بيد شلت من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء احنا بنقدر عليه؟ والله ده ما بنقدر عليه، والله نص ما بنقدر عليه،
والله ده انت كان حكوا لك حكايه احتمال النوم يغلبك، قال لك اللي غلبك مع ده يا اخواننا مع محبته للنبي صلى الله عليه وسلم دي كلها. مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل الى الرفيق الاعلى بين ايديهم ودفنوا بايديهم ورجعوا، ما احتفلوا بميلاده ولا بموته ولا بمبعثه لحد ما مات الصحابه كلهم رضي الله عنهم وارضاهم. يا اخواننا نحن الليله لما نيجي زول يدغدغ على عاطفتنا، لا شك انه اي مؤمن عاطفته للنبي صلى الله عليه وسلم عظيمه، وانت لو ما بتحب النبي انت ما مسلم، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. ما في مؤمن ما بحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما حبنا له يا اخواننا نلتمس السنه. السنه الصحابه بحبوا حب ما تتخيل. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خرج بلال فادخل المدينه 6 شهور ما رجع بلال الى المدينه. ها رايك شنو؟ قال انس ابن مالك لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا سالته فاطمه قالت كيف رضيت نفوسكم ان تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال انس رضي الله عنه والله لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه اضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء، ظلمت الدنيا قدامهم. سيدة عائشة قالت رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي رسول الله كأنهم معزة مطيرة في حش، يعني بس كأنه شنو البهايم اللي نزلت عليهم مطرة يتفرقوا ده كده وده هنا وده، ما يدروا ما يقولوا من عظم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب شال السيف ووقف قال من قال إن محمدا مات قطعت رأسه بالسيف. والله قال اقطع رأسه وما بكذب. يا اخواننا كده اسألوا نفسكم سؤال، بس سؤال منطقي، هل هؤلاء يتركون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفال بالمولد؟ لو كان دين ده اللي بيخلوه؟ أسألكم بالله وربنا حيسألنا بعدين، احنا هل هؤلاء ممن يتركون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وما يحتفلوا به؟ ابدا. والله لو كان التعبير عن المحبه بالاحتفال الصحابه ما بخلوا لنا ما برجونا له. ذكر في بعض الاثار ان خباب رضي الله عنه اسره المشركون، اسره الكفار وقالوا له نحن بنفكك لكن تقول كلمة واحدة. قالوا له تمنى، مش حاجة بجد، اتمنى بس. قل له اتمنى لو انه محمد في محلك انت ده والسيف هذا مارقنه له، لو اتمنيت الأمنية دي بنفكك. تخيل قاشن، يعني لو لقينا نحن عادي بقول له اتفكى من السيف خلاص امشي، بل في الشريعه بجوز اقوله ما بلسانك ما بقلبك تقوله بلسانك وتتخلص من الموت. قال لهم والله ما احب اني سالم في بيتي ويشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكه. فانشد حسان بن ثابت رضي الله عنه قال اسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف قالوا أيرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ قال كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي. أسألكم بالله معقول ناس بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا يتركوا الاحتفال به ولو كان من السنة؟ أبدا ما ممكن. إذا من هنا نفهم كون النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوا ولا أمر به والصحابة ما عملوا ولا عرف عنهم، بل الأئمة الأربعة
من أئمة الإسلام، أولنا أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمة الله تعالى عليه في القرن الثاني، وعاش في القرن الأول والثاني ما احتفل. بعده طوالي الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه، عاش في القرن الثاني ما احتفل. بعده طوالي الإمام الشافعي محمد بن إدريس القرشي رضي الله عنه ما احتفل. آخر الأئمة الأربعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني في بغداد ما احتفل. ديل كلهم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم زي بينك انت وبين جدك، فرقت النبي بيننا، الفرق بينه وبين النبي زي انت وجدك. بس احسب انت مثلا اسمك محمد علي احمد الطاهر، شفت الطاهر ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، الفرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مع قرب العهد بالنبوة، مع إمامتهم في الدين أئمة الإسلام ما احتفلوا. الاحتفال ده جابوا لنا الفاطميين، أتباع أبي عبيد القداح، ديل اللي عاقبوا واحد من العلماء لأنه أثنى على الصحابة وترضى على أبي بكر وعمر، عاقبوه سلخوه حي، جابوا حي، قال أنت بتقول أبو بكر رضي الله عنه سلخوه حي، لأنهم شيعة روافض فاطمية، سلخوا جلده ده لحد ما مات. ديل اللي جابوا لنا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخواننا نقول بعبارة واحدة، لو كان خيرا لسبقنا إليه الأعلام والمرضيون من سلف الأمة صحابة من التابعين. طيب أختم كلامي بالإجابة على مسألتين أو واحدة. بعض الناس يقول لك مما يدل على مشروعية الاحتفال إنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين، وده اليوم اللي ولد فيه واللي مات فيه بالمناسبة، بل المؤرخون قالوا الصحيح إنه اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال الفاكهان المالكي من علماء المالكية، قال الحق لو كان بيجوز الحق قال اليوم ده الناس تحزن فيه مش تحتفل فيه، لأنه ده اليوم الثابت يوم الوفاء، أما يوم الولادة ما متفق عليه مختلف فيه، بعضهم يقول يوم 8 بعضهم يقول يوم 12 بعضهم يقول يوم كم 20 مختلف فيه يوم الولادة، أما المؤكد يوم الموت. شكله قال لو مشروع الأولى قال يكون الحزن مش الاحتفال. المهم بعض الناس يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام سألوه عن يوم الاثنين فقال هذا يوم ولدت فيه عشان كده بصوم. طيب الناس يقول لك بما إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان من السنة عنده يصوم يوم الاثنين لأنه ولد فيه، إذا نحن برضو بنحتفل يوم الاثنين، نقول الاستدلال ده كده غلط. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان شنو؟ بيصوم، بيصوم. طيب الآن لو زول قال يا أخوانا أنا بس داير أعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم داير أصوم، نقول له ما في مشكلة طوالي صوم لأنه من السنة. بس لكن خلي بالك الصيام ما بيكون يوم اثنين وحدة اللي هي بس الاثنين اللي بتقع يوم 12 أو اللي بتقع في شهر ربيع الأول، لا 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 لا، أنت لو دار تصوم تصوم أي اثنين أو أغلبها أو اللي بتقدر عليه، تمام يا إخوانا؟ عشان كده يبقى الإجابة على الحديث ده ليس في هذا الحديث إنه مشروع للناس أن يحتفلوا ويقيموا الاحتفالات في مثل هذا اليوم. مسألة أخرى، الناس يقول لك يا أخي نحن عارفين إنه ده بدعة، عارفين بدعة، حتى المحتفلين ذات يقول لك عارفين بدعة، لكن دي من باب البدعة الحسنة والدين فيه بدعة حسنة كذا. نقول يا أخواننا البدعة الحسنة عند العلماء حتى
حتى اللي بيقولوا بوجود البدعة الحسنة قالوا هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك. الناس بيقوا ما بيعملوا لأي سبب من الأسباب، يتناسوا يتجاهلوا، يجي زول يحيي تاني من جديد، يحيي من جديد. دي اسمها السنة الحسنة، أو بعبارة عند بعض العلماء البدعة الحسنة. بشرط شنو؟ عند جميع العلماء يكون عمل النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد عليها قالوا مسألة التراويح. التراويح صلى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث في رواية. لما الصحابة تجمعوا اليوم الرابع ما طلع عليهم، ما طلع، فأيضا صلى لحاله، أيضا صلى لحاله ورجعوا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم، قال لهم إنما خشيت أن تفرض عليكم، لأنه الزمان زمان تشريع، لو جو طوالي بيجوا 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 انتظم قد تفرض عليهم، ولو فرضت تبقى صعبة يا أخواننا. الآن الناس لو قدرت حافظت على صلاة العشاء ما قصروا، تبقى عليهم فريضة كما صلاة التراويح صعبة. النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يخفف على الأمة. طيب مضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كله، تراويح جماعة ما في تاني، جاء عهد أبو بكر الصديق كله، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، أول خلافة عمر كلها ما في. بعد ذاك عمر الخطاب لقى الناس بيصلوا مجموعات، رجل يصلي بمجموعة، رجل يصلي لحاله براو كده، فرأى عمر الخطاب لأنه بعد ده ما في تشريع تاني، يعني ما بتفرض تاني، خلاص العلة زالت. فقام جمعهم طوالي على أبي بن كعب، وقيل معه تميم الداري الأئمة، وبيجوا يصلوا بالناس جميعا. فنظر له عمر الخطاب وقال نعمة البدعة. طيب يا أخواننا سؤال، هل دي زمن الرسول كانت ما في كل النبي ما عمله؟ لا لا عمله. إذن دي ما بدعه، لكن لما تركت وجزل جدد من جديد، عمر الخطاب رضي الله عنه من باب اللغة سمى بدعة، لكن هي في الأصل شنو؟ ما بدعة. إذن الخلاصة نقول إنه الاحتفال يا أخواننا ليس من السنة. وآخر ما أختم به، لو كان الاحتفال من السنة يا أخواننا، لو كان من السنة فليس بهذه الطريقة، حتى لو من السنة، لأنه لو سألت نفسك سؤال، ونحن الآن عايشين الواقع، أمشي خش لك أقرب ساحة من ساحات الاحتفال وعاين للناس، موسيقى شغالة، نساء متبرجات، وحتى الكلمات اللي بتقال في المدح كلمات خطأ، وبعضها كلمات شركية، يا من ألوذ به ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. الكلام ده كلام ده غلو، ما صحيح. احنا بنقول الليلة النبي صلى الله عليه وسلم من علومه علم الدنيا والآخرة، لا لا يا أخي، علم كل شيء ده هو ما اختص به الله تبارك وتعالى. بعد ما بينا أن الاحتفال ليس من السنة وأنه بدعة، والناس يتفقوا معك أن هذا من البدعة، قلنا لو كان يا أخواننا من السنة، لو كان كافتراض، لو كان من السنة فلا يكون الاحتفال بهذه الصورة اللي بنشوفها نحن الليلة. فإن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواننا لو رأى هذه الاحتفالات ماذا تتوقع أن يكون جوابه عنها أو جوابه عنها؟ يعني الليلة لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم ساحة من ساحات الاحتفال، حيكون تعليقه شنو؟ هل حيرضى اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد؟ هل حيرضى بأنه يحتفل به وبالموسيقى التي حرمها في أكثر من 10 حديث؟ هل حيرضى أنه يحتفل به بالشرك اللي حارب طيلة حياته؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس كان عند الموت، قالت عائشة وكان يطرح خميصة له على وجهه، عنده قطعة ببلة في الموية عشان ينزل بها الحمى، ويضعها على وجهه ويقول إن يقول ألا إن من كان قبلكم
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. لاحظ الكلام ده في سكرات الموت. ما ممكن يا أخواننا نجي الليلة نحن احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم ننشد قصائد، هذه القصائد ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربها في وقت حياته، أو هذه المعاني اللي فيها؟ ما ممكن. الليلة يجي الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بناديهم، يعني بنادي غير الله، بناديهم في كل قضية، بناديهم حيين ميتين بناديهم. غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل، فاسأل الله. ما قال لك نادي فلان ولا نادي فلان، ولا قال لك نادي نهنا، مع إنه ما في أعظم منه في البشر، ما في أعظم منه. ما قال نادي نهنا. يجي زول يقول في الليل الهادي بنادي سيادي، جملة وفرادي، يناديهم بالجملة كلهم، وناديهم فرادي كمان واحد 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 يناديهم. وربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا إخواننا معقول نحن لو احتفلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم نحتفل به بأشياء منعة، أشياء محرمة؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام جاءته جارية، عشان تعرف إنه الشعر ده ما كله كويس، ما كله كويس. جاءته جارية بتمدح فيه بقصيدة، قصيدة طويلة، وفينا نبيون وفينا نبيون. المدح في أصله ما فيه مشكلة، لو كلام صح ما فيه مشكلة، قول أمدح النبي صلى الله عليه وسلم بأبيات جميلة وطيبة ما في مشكلة. لكن قامت قالت شنو؟ قالت وفينا نبي يعلم ما في غد. أها، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أيوة قولي كده؟ لا لا، قال لا لا تقولي هذا، ده ما تقوليه، وقولي ما كنت تقولين. قال لا، فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله. المعلم ما في غد هو ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده يا اخواننا انا اكرر واقول انه لو كان الاحتفال جائز ما بيجوز لنا نغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. الغلو يعني شنو؟ يعني نحن نديه شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، الاطراء، الغلو، الزياده. قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. لكن الليلة الناس واحد يقول لك والنبي يعلم الغيب ظاهر وباطن، والشيوخ يعلم الغيب ظاهر وباطن، وده كله أخوانا من الغلط، ما بيجوز. إذن نحن أعظم أعظم شيء نمسك فيه قوي مما ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد الصافي. ده هو يا اخوانا اللي بيدخلنا الجنة بعدين، بعد رحمة الله سبحانه وتعالى، الجنة بالتوحيد. رجل يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل يوم القيامة له قال فتعرض له 99 سجل، مدوا له سجلات كده، دي كلها ذنوب، تقال حسنات 99، والسجل الواحد مد البصر قدر ما يعاين كده، لا ما انتهى السجل بتاعه، ذنوب كلها دي. اها، يسالوه يقول له تنكر من ذلك شيئا؟ تنكر حاجه من الذنوب دي ولا دي حقتك؟ يقول حقتي كلها، ما بنكر ولا حاجه. طيب يقول له انك عندنا لا تظلم، ظلم ما في. جيبوا سجلات وحطها في كفه بتاعت ميزان، ويجيبوا بطاقه بس، عنده بطاقه ثانيه، يحطها في الكفه الثانيه بتاعت الميزان. العبد ده يستغرب ذاته، يقول يا ربي ما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يا أخي معقول يا أخي؟ يا أخي بطاقة واحدة وبجاء سجلات 99 مد البصر، هتسوي شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وضعت البطاقة قال رجحت البطاقة وطاشت السجلات، بقت أثقل منها وفيها لا إله إلا الله. لكن خلي بالك، لا إله إلا الله على حقيقتها، مش أنا أقولها بلساني وأعمل ضدها. ما أنا لا إله إلا الله من معانيها إنه أنا أتوكل على الله، صح؟ طيب لما أجي أنا أقول لا إله إلا الله في نفس الوقت، أنا لابس لي ورق من العين
ورق للرزق، ورق للجنة، ورق من العارض كده. هل أنا متوكل على الله؟ لا. ليه؟ لأنه لو متوكل على الله ما بعلق حاجة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. أشرك ليه؟ لأنه هو بقى متوكل على شنو؟ على الورقة ما على الله. وبالتالي يا أخواننا يبقى ده إحنا أعظم ما عندنا. ونكون كده وصلنا إلى ختام هذه الكلمة أو المحاضرة. وجرت كثير، أنا ما كنت قايل بحصل لحد العيشة. طيب، في بعض الأسئلة إن شاء الله نجاوب عليها باختصار. السائل يقول: هل كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة يعتبر بدعة وجزاكم الله خير؟ نعم، الإجابة نعم. لأنه يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن تطيعوه تهتدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. تمام. وبالتالي يبقى أي عمل سنة لابد يكون عمل النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل الصحابة وقرام عليه. عمل الصحابة قرام عليه، يبقى ده كده من السنة. أما خلاف كده مما يحدث الناس يبقى ما من السنة. أها، مهم جدا الكلام يا أخواننا. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمرنا هذا، لاحظ، من عمل عملا أو من أحدث في أمرنا هذا. أمرنا هذا مقصود بها شنو؟ الدين ولا الدنيا؟ الدين. أما الدنيا قال: أنتم أدرى بشؤون دنياكم. الدنيا دي أي شيء تعملوا فيها ما يعتبر بدعة، لأنه ليلة مثلا الميكروفون ده والكاميرا والمراوح والفرش اللي احنا قاعدين فيه والجير والطيارات والكده العربات كلها، ده من أمور الدنيا، ده ما من أمور الدين. أمور الدين العبادة، يعني عبادة، صلاة وصيام وذكر وحج واحتفال وعمرة وكده، ده كله دين. أما الدنيا أمورك أنت العادية، يعني تأكل شنو وتشرب شنو، أي حاجة مباحة لك إلا شنو؟ الأشياء اللي حرمتها الشريعة، يعني زي الخمر وكده. طيب، السائل يقول، سؤال الثاني: ما حكم الدعاء الجماعي عقب الصلوات؟ طيب يا أخواننا، الدعاء الجماعي كذلك مما أنكره الأئمة، وهذا مما أنكره الأئمة الأربعة، وخاصة إحنا عندنا في السودان المشهور عندنا الفقه المالكي، فعند الإمام مالك في المدونة أن هذا الدعاء بالصورة الجماعية بدعة ما من السنة. يعني خلي بالك، مش لوحدك براك، لا، دعاء يدعو الإمام والناس يأمنوا خلفه بعد الصلوات المفروضة، هذا ما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا الدليل على هذا كما قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، قال الدليل عليه كلام ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس: كنت لأعرف انقضاء صلاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برفع أصواتهم بالذكر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يسبح 33، يحمد 33، يكبر 33، الذكر بعد الصلاة المعروف يعني لدى الجميع. ابن عباس قال بيعرف انقضاء الصلاة بالذكر. طيب، ابن حجر قال لو كان في دعاء جماعي النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو والصحابة بيأمنوا، قال كان ابن عباس لاحظ هذا الدعاء الجماعي، لكن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أبدا. ولذلك العلماء قالوا الجائز إنه أنت تدعو بعد النافلة، لكن ما جماعي، لنفسك، لنفسك براك بعد النافلة. الدليل على شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من مواطن الدعاء المستجاب، قال دبر الصلوات. دبر يعني دبر الصلاة بعد الانقضاء من الصلاة. وطيب ليه العلماء قالوا النافلة وليس الفريضة؟ ده سؤال، ما هو قال دبر الصلوات، ممكن زول يقول لك خلاص دبر الصلوات الفريضة برضو. لا، ليه؟ لأنه الفريضة ما كان يعمل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بعد النافلة العلماء قالوا كان أحيانا يدعو، يعني بعد صليت ركعتين بعد صلاة الظهر أو المغرب أو ركعتين بعد العشاء،
ورفعت يديك تدعو الله سبحانه وتعالى ما في مشكلة، لنفسك لوحدك ما في مشكلة، لكن الأفضل الدعاء وين يا أخوانا؟ الأفضل السجود، الأفضل في السجود. والأفضل كمان أو بعد في الفضيلة يعني بعد السجود قبل السلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال فسألوا الله لي الوسيلة، بعد ذلك قال وادعوا بما شئت ادعوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني أحبك في الله فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، فإذا يبقى الدعاء يا أخواننا بصورة جماعية بعد الصلوات ليس من السنة، ما من السنة، والإنسان يا أخواننا دائما يبتغي الأجر في السنة، يبتغي الأجر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست لنا مصلحة في مخالفته صلى الله عليه وسلم. ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ القنوت في صلاة الفجر يا أخواننا العلماء قالوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في النوازل، النوازل يعني يكون في حرب في البلد مثلا، في عدو بحارب البلد، أو في غلاء، أو في مجاعة، في يعني نازلة مصيبة عمت بالأمة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنط إلا في شنو؟ في النوازل، لما تكون في حاجة عامة في البلد أو حرب على بلدة من بلدان المسلمين، ما شرط إلا السودان، حرب على أي بلد ثانية، حرب في السعودية، حرب في مثلا أي بلاد من بلاد المسلمين، يدعو الناس القنوت. القنوت بيكون في كل الصلوات، في النوازل ما بيكون في الفجر براو، لا كل الصلوات. والقنوت العلماء قالوا الشرط الثالث فيه يكون جهرا ما سرا، احنا عندنا البعض بيعملوا سرا، لا الصحيح جهرا وفي كل الصلوات، لكن عند النوازل. بعدين يكون بعد الرفع من الركوع، بعد ما يركع الإمام ورفع من الركوع بعد ذاك يدعو والمصلين كلهم يؤمنوا، لأنه دي نازلة بتخص الناس كلهم وبتهم الناس كلهم، يدعو بصوت عالي والناس كلها تأمن خلفه، لكن بيكون عند النوازل. أما دائما كده سئل عنه أبو مالك الأشجعي رضي الله عنه، قال له هل كان يقنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أي بني محدث، أي ليس من السنة، هذا كما روى الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. أما يا إخواننا انتبهوا في مسألة مهمة ذكر ابن القيم في زاد المعاد، إنه الإنسان لو رأى، لو كان الإمام بيرى القنوت السري ده، إحنا قلنا ده ما من السنة، لكن لو كان الإمام بيراه هل صلاته صحيحة ولا باطلة؟ الصلاة صحيحة لو كان بيراه، تبقى شنو؟ نعم أها الصلاة جات؟ خلاص بس نتم السؤال ده بس نص دقيقة. أي طيب، فيبقى شنو؟ الراجح ابن القيم يقول، معلش عشان نختم الكلام، ابن القيم يقول والراجح إنه الإنسان إذا فعل القنوت السري هو يبقى القنوت السري ما صحيح، ما من السنة، لكن قال الصلاة صحيحة، الصلاة ما تكون باطلة، يعني صلاته ما بتكون مردودة، والإنسان إذا صلى خلفه ما يلزم يعيد الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن يا أخواننا السنة أن يكون القنوت بالشروط التي ذكرناها. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا. دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.